دكتور طارق رضا، مصر فيها 30 محمية. تمام، طمنا على تقريبا اكتر حتى ده المدرجين. يعني المدرجين المسجل ان دول 30 محمية. ال 30 محمية في بلدان إيه؟ بلدان كتيرة في افريقيا وفي اوروبا بيقوم اقتصادها على محمية واحدة. انت عندك 30 اثار العالم، ده جزء هنحطه على جنب. عندك 30 محمية تستطيع ان انت تستغلهم على سبيل المثال وليس الحصر. عندك الفيوم لوحدها عندك 3 محميات، وادي الحيتان، وادي الريان، بحيرة قارون. تستطيع من هذه المحافظة انك انت تخليها مش شرم الشيخ، تخلي شرم الشيخ جنبها ولا حاجة، تخلي دي جذب سياحي داخلي وخارجي وعربي واجنبي. انت عندك السواح في السعودية فقط، هل تعلم ان السنة اللي فاتت في 2014 في 9 شهور كان انفاق السعوديين على السياحة الخارجية 70 مليار ريال؟ 70 مليار ريال يعني احنا بنتكلم على حوالي 20 مليار دولار. تعرف احنا دخلنا في السياحة كانت في هذه السنة كانت كام؟ دخل مصر كلها كانت 5.4 مليار دولار فقط. يعني السعوديين لوحدهم جابوا لك 4 أضعاف الدخل من كل سياحة العالم. ركز على هذه البلدان، ما تركز ان انت تعمل دعاية ليا. انت بتعمل لي انا دعاية علشان انا سعودي اجي؟ انت روح جيبه من هناك، اعمل شارتر، اعمل مدن، اعمل الحاجات اللي هم بيروحوها في الخارج. اعمل، انت عندك صحر مليانة الحضارات دي كلها، الحضارات اللي تمت. اعمل يا سيدي الفاضل حضارات مختلفة، الحضارة الرومانية، الحضارة مش عارف الافريقية، الحضارة الى اخره. وانا كسايح اروح اعيش هذه الحضارة لمدة يوم او يومين وانتقل من حضارة الاخرى. اذا بتطالب المسؤولين بالاهتمام بالمحميات ارجوك، والمحميات الطبيعية هي حد ذاتها دخل، ده جزء اخر. ولو احنا بنتكلم الرئيس بيتكلم على جزئية بتاعة ان احنا عايزين نعمل تنمية فعلية ونرفع ونمنع الفقر، هذه المحميات فيها ناس وتمنع الارهاب، وده اهم، فيها ناس عايشة في هذه الاماكن. اذا بطالة يكون هؤلاء الناس هم الايدي العاملة في هذه المحمية، هيبقى ده ما يطلق عليه اسم السبلاي تشين، سلسلة الامدادات. القطاع الزراعي يبقى هناك يزرعوا، القطاع اللي هي سواء ان احنا بنتكلم على صناعات خفيفة اللي هو الفرش، المنسوجات الموجودة، الفرش بتاع الفنادق، المشغولات اللي هم هيبيعوها، كل الكلام ده فتح مجال للعمل لأولاد المنطقة، أولاد المكان، وحددنا على الهجرة عشان بقت كل منطقة مستقلة وفيها الدخل بتاعها.